عايزين كمان النهارده نتكلم عن الثانويه العامه. كله حاطط ايده على قلبه. أيوة، ده بيبقى يوم صعب، بيبقى يوم صعب من امبارح، وانا حتى كل ما قابل حد يقول لك نتيجه الثانويه العامه بكره وقلقانين، والاهالي كهربا كده على الكل، من اولياء الامور لقرايبهم لكل الصراحه. الاهالي ما بتنامش، ويعني نتيجه الثانويه العامه اللي اعتمدها امبارح الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، طبعا مهما تغير نظام الامتحانات ونظام التعليم هتفضل الثانويه العامه الشغل الشاغل لكل اسره ورغبه كل اسره في الالتحاق بكليات القمه، وابني هيروح فين وبنتي هتدخل ايه وهتجيب مجموعه كام. وقاعدين اعتقد بقالهم كام يوم الاهالي ما بيناموش فعليا. هو بيبقى يعني بيبقى يوم كده كل عارف اللي هو نتيجة الثانوية العامة هي هيبة كلنا عشنا وتوارثناها جيل بعد جيل، بيبقى جو رعب. وكلنا طبعا مقدرين حجم الضغط اللي بتشهده الأسر والأبناء أكيد الساعات دي، وكلنا عشنا الأجواء دي فمقدرين الحالة. لكن عايز أقول حاجة بسيطة كده للأسر والأبناء. الظروف دلوقتي مختلفة عن السابق، الدولة دلوقتي بتواجب التطور والتكنولوجيا، وفي فرص مختلفة وفي جامعات وكليات كتيرة كلها قمة، مش مفيش يعني مش كلية واحدة هي اللي قمة. وهنا لازم يبقى نحاول ان احنا يعني يزيد وعينا وإدراكنا وإدراك الأسر بالتغير ده، ويتحول بدل من التركيز على كليات معينة. واحنا النهارده معاكم في صباح البلد هنتكلم عن كواليس النتيجه اللي اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم الفني، وكمان يعني هناخد كده جوله في كواليس تنسيق الجامعات والكليات من خلال لقائنا في فقره الصحافه مع الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير جريده اخبار اليوم. ان شاء الله كل الاهالي يطمنوا على اولادهم ويفرحوا بيهم، والبيوت المصريه اللي فيها ثانويه عامه النهارده يبقى فيها زغاريط زي ما احنا متعودين. بيبقى كفاح يعني شهور وسنين، والام دايما هي اللي بتبقى يعني باكوره التعب ده كله، يعني بيتلخص حواليها هي، بتحس ان هي اللي بتنجح مش ابنها اللي بينجح. انا بعرف ان نتيجه الثانويه العامه طلعت لما قاعده في البيت واسمع زغاريط جايه من كل حته كده، اعرف الله النتيجه الثانويه العامه طلعت. فرحه بقى بعدها فرحه، يعني الفرحه دي بتبقى هي بدايه انطلاق بقى مشوار جديد في حياه ولادهم. يا رب يكرمهم، ربنا يوفقهم ويكرمهم.